كندا إكسبرس مقابلة عبر إذاعة الشرق الأوسط. نتابع معكم أعزائي المستمعين هذه الحلقة بجزء الخاص باليوم العالمي للمرأة، للمرأة الغزاوية الصامدة، للمرأة السورية يلي خسرت بيتها وأهلها ولقت حالها بخيمة أو ربما ببلدان جديدة بهالأرض، للمرأة الإيزيدية يلي تم قتل أحبابها وسبيها وتهجيرها، للمرأة اليمنية يلي خسرت دارها وعائلتها، للمرأة اللبنانية يلي حملت كبريائها وساندت عائلتها رغم كل الأزمات ورغم الهجرة، للمرأة العربية ككل المناضلة الصامتة القديرة ويلي واجهت كل الإجحاف على مر التاريخ، للمرأة بشكل عام أكيد، للمرأة يلي بعد لازال البعض بيقول عنها لأنه هي غير كفوءة، لأنه هي ربما عاطفية جدا ما بتقدر تستلم بعض المهام ولا تستحق المساواة والعدالة. لهالمرأة بقول تحية محبة وسلام، عسينا يوصل النهار ما بنحتفل فيه بيوم المرأة لأنه ما بيعود بحاجة إله، ونحقق هذه المساواة بين الإنسان والإنسان وليس فقط بين الرجل والمرأة. بإطار هذا النهار بيسعدني بهالصباح استضيف المحامي جوزيف دورة، أحد أبرز المدافعين عن حقوق المرأة بمجتمعنا، عادة منقوم معه بجولة أفق على المستجدات، إنما اليوم وكونه خبير قانوني مخضرم بيتمتع بخبرة واسعة ليس فقط في مجال المحاماة والقانون بإطار عمله إنما أيضا بمجال حقوق الإنسان، وخلال مسيرته المهنية كان عنده دور كتير كبير بتطوير أيضا قوانين محلية وتطبيق قوانين محلية تدعم حقوق المرأة بشكل ما. بلقاء اليوم رح نركز على القوانين المحلية كيف تطورت لدعم حقوق المرأة وعن الأفاق المستقبلية للمرأة المهاجرة. بقول صباح الخير ماتر دورة. أهلا بونجور رانيا، يعطيك العافية. الله يعافيك. بداية يعني خلينا نحكي عن حقوق المرأة وتطورها خلال التاريخ الحديث يلي أحيانا نشعر وكأنه هي نالت حقوقها، ولكن إذا مندقق منلاقي أنه بعد عنا مشوار طويل. كيف تطورت حقوق المرأة خلال التاريخ الحديث، وخلينا نحكي كمان تحديدا عن المنطقة اللي نحن عايشين فيها كندا ككل وكبك بشكل خاص؟ أوكي، أول شيء بقول تحياتنا وتقديرنا لكل امرأة في العالم وفي كندا بالذات، سواء كانت هالمرأة تعمل في مجال الحقل العام أو الحقل الخاص، أو سواء كانت ربة منزل أو مربة أجيال. هذه تحية لكل امرأة في العالم، ولأن الامرأة بحد ذاتها هي عماد ودعامة المجتمع والعائلة، وبشان هيك بيسموا أن فرنسي دام ناتور، يعني الناتور اللي بتعطي الحياة بتعطي الحنان. فريمان تحياتنا لها وكل تفكيرنا مع النساء في العالم. هلا لجاوبك على السؤال، في بيقولوا يعني في مثل بيقول تأخذ الدنيا غلابة. شو يعني؟ المرأة لما بلشت بحقوقها أول شيء الحقوق السياسية ما كانت مهضومة، ما كانت معترف فيها جدا. إذا بنرجع للتاريخ المعاصر، وأنا بدي أحكي بس بالمجال السياسي، خلينا نقول كان حق التصويت للأمرأة ممنوع إلى حين صارت الحركة، كان حق التصويت ممنوع، ما في كان المرأة تصويت. هلأ شو عملوا بال 1918، عم نحكي هون بمانيتوبا 1918 كانت أول مقاطعة تعطي للمرأة حق التصويت. بكبك بال 1940 في الحركة النسائية، ألو؟ نعم نعم عم نسمعك. بال 1940 بكبك الحركة النسائية اللي قادتها تيريز كاسجران عملت بشكل فرضي انه يكون فيه لها حق التصويت. اذا المرأة اخذت حقوقها بايدها ومناظرت لاجلها. بانجلترا على سبيل المثال ب 1819 كان في مجازر صارت، وحتى بانجلترا عم نحكي، و 1913 في ايميلي ديفيدسون او غيرها بفضل جهودها كمان قتلت بإحدى المظاهرات، ومن وقتها إجا حق التصويت. يعني المرأة أخذت حقوقها، عم نحكي بالسياسية بلشت بشكل كان فيها شوي من نضال وفيها نوع من تعب، وبعدين أكيد الإشياء تطورت وصارت إلى وصلنا ما وصلنا عليها. دونك باختصار بالعصر الحديث اللي شفناه نحن، كل هالقضايا المتعلقة بالسياسة وغير السياسة نحكي عنها هلأ أخذتها المرأة بتعبها وبجهدها وبنضالها، ولها السبب نحن نوجه لها تحية. هلا بالنسبة لكندا أو لوضعنا الحالي هون، صار في تطورات وصار في قوانين
لأن إذا منلاحظ بكندا القوانين يلي وضعت سواء في الشرعة الكندية لحقوق الإنسان أو في القوانين، شوف التيرم الألفاظ التي استعملت في القوانين، كلمة chacun، كلمة toute personne، كلمة être humain، كلمة citoyen canadien، هالكلمات اللي استعملت فيها تطبق على الرجل والامرأة، ولكن المحاكم بقوة المحاكم بوسع أفق المحاكم بكندا شملت كلمة toute personne أو être humain ليشمل الرجل والامرأة وطبقتها على الأساس. يعني فعلا نحن منلاقي أنه هالتطور اللي صار، هالإيفوليشن اللي صار، كان في عقل منفتح، كان في علم وثقافي لدرجة خلت المرأة تنخرط بهالمجتمع. وهنا بوجه تحية للمحاكم وللبرلمانيات اللي وصلوا لهالشكل. نعم، يعني اليوم يعني صحيح أنه التصويت كحق أعطي ليس من فترة بعيدة، إنما كمان ما فينا ننكر أنه إن كان على مستوى التاريخي، إن كان على مستوى العالم وتحديدا على مستوى كندا، كان عندنا سيدات بطلات ورائدات، رغم أنه الحقوق ما كانت مكتسبة والتاريخ بيذكر الكثير منهن، يمكن ما رح نقعد نذكرهم لأنه حتى يعني ما ننسى البعض، إنما اليوم ربما اللي بيختلف أنه الموارد المتاحة للنساء أصبحت عديدة. هل برأيك النساء اليوم بعدهم عم يقدروا يوصلوا لهالدور البطولي والرائد يلي قدرت وصلته سيدات معينات خلال التاريخ، أم هناك هذا الزمن زمن الرديء يلي عم نشعره، وعم نشعر أنه أكتر وأكتر عم بيصير فيه تراخي بهالرغبة أنه يحتلوا مواقع مهمة؟ كيف بتشوف اليوم طموح السيدات؟ هل هو فعلا طموح جامد مثل ما منقول، أم طموح عم بيتراجع؟ لا والله أنا بشوفه طموح. إذا بنرجع خلينا نحكي باختصار شو هني أهم ميادين في القانون يلي السيدات أخدتها بفضل طموحهم ونضالهم وأسرارهم. خلينا نقول أول شيء حق التصويت مثل ما قلت، تاني شيء بالشرعة الكندية والقوانين مثل ما قلت هدول الكلمات يلي تستعمل يلي ضمت المرأة والرجل. ثالث شيء هو الواسي ليكيتي سالاريال يلي هي العدالة وعدم التفرقة أو العدالة في الرواتب، بسموها إيكيتي سالاريال يلي أقرت بال 1996. في عندك رابع شيء عقد الأمومة، لو كونجي بارنتال اي لو كونجي دو ماتيرنيتي، يلي هي خلت هالقوانين تسهل التوفيق بين العمل وحياة الأسرة للمرأة. خامس إليمان مهم يلي هو حقوق المرأة المتعلقة بالولادة، لأن الإجهاض بالقبل كان غير معترف فيه، هلا الإجهاض تدريجيا صار معترف فيه وصار لقال بال 1982، وفي عنا قرار طلع من الكوس سوبريم يلي أهم شيء كان بالأري مورغان تالر يلي كانت شانتال باغ اللي كانت أهم شيء مواضي لإله، يلي قال إنه حق الأمومة وحق الإجهاض تعود للمرأة بال 95. دونك صار في نضالات وأكيد بعد في شغل لنوصل، ولكن أنا بلاقي صار في تطور هلا منه كامل، ولكن هيدا لازم نلاحظها. هلا بالمستقبل وين بدنا نصير بدنا نشوف. انا بلاقي اهم شيء المراه عندها حقوق وعندها اكيد شيء تستكمله، ولكن انا اخشى ما يكون في سوء استعمال الحق، هذا اللي بخاف منه، لان ما بدنا يكون في النظره مع الرجل تصادميه، لازم تكون النظره تكامليه. ما نجي نحط الرجل انه هو عدونا وهو لا، هي لازم يكون الرجل والمرأة إن بنيان للمجتمع يتكاملان ولا يتناقضان أو يتخاصمان. هيدي إن شاء الله ما نوصل لها النقطة، ولكن في بعض المواقف يمكن الرجال يقولوا والله أنا بعطي مثل الديفورس الطلاق إنه اخترب بيته واحترقت أنفاسه، ولكن ممكن يكون في بعض الأمور سوء استعمال الحق، ولكن هيدي المرأة لازم تعرف هذا الحد الفاصل من حقها وسوء استعمال الحق. وصلتني لسؤال عن جد يعني حابة كنت أطرحه على حضرتك، دايما هون خصوصا يعني بمجتمعنا، ولما بيكون في موضوع بيتعلق إن كان بالطلاق أو العنف الأسري أو غيره، بنسمع كتير من شهادات الرجال يلي بيقولوا أنه بكندا هناك حق كتير كبير للمرأة، هناك أولوية للمرأة، بيعطيها القانون قوة، وأحيانا عم بيتم استخدام هذه القوة بشكل ربما مسيء. إلى أي مدى اليوم تعتبر أنه كندا وكيبك تحديدا فعلا هن لجانب المرأة في هذه المواضيع؟
ما في نقول إلى جانب. إذا بناخد الوا 146 القانون يلي بسنة 1989 في الوا طلعوه بكبك اللي هي مثل ما عم بقول لك هذه تكملة بتكملة القوانين الوضعية لتكريس حق المرأة بالتساوي مع الرجل. في الوا اسمها إيغاليتي إيكونوميك دي زيبو المساواة الاقتصادية بين الزوجين، هذه 1989 حطت شيء اسمه النصوص المهمة يلي ممكن رجالي ممكن يقولوا إنه هذه يعني شوي كان عم تزعجهم، هو اسمه الباتريموان فاميليال الذمة المالية، لأن هون المشترع الكيبيكوا والكندي لقى بالزواج شراكة وشركة سوسيتي، مشان هيك قال إنه مشان هيك حط فيها تنظيم، وبالكود سيفيل حطوا حوالي 250 مادة ترعى الزواج، ترعى الإفي دو مارياج، الإفي دو ديفورس، حضانة الأولاد، تقاسم الذمة المالية يلي بشكل عام 50-50 ببعض الأمور ما هندخل بتفاصيلها. إذا اللي بنقوله نحن إنه إيه هذا القانون بالنسبة للديفورس ممكن لبعض الأشخاص عاشوا إكسبرينس بشعة، كان الرجل أو الإمرأة كمان عاشوا هالإكسبرينس البشعة ممكن، ولكن هيك هيدي اعتبر المشترع الطريقة لقدر نحمي المنصف للمرأة. هذه هي. وبعدين أنا بحب زيد إذا بنطلع بالكود سيفيل بيقولوا لزيبو الزوجين عليهم واجب الاحترام الإخلاص والمعونة والدعم، ما ننسيها هيدي، يعني لزيبو هيدول العناصر المهمة ليكون في زواج، الإيبو أو غير الإيبو نحن عم نحكي، ولكن نحن هون عم نحكي كيف أنه حقوق المرأة تكرست بالزواج بالكود سيفيل دي كيبيك. نعم، خلينا نوصل للنساء المهاجرات، ما هي الموارد المتاحة للسيدات المهاجرات من أجل أولاً أكيد يكون كرامتها حقوقها منصاني، وبنفس الوقت تقدر تندمج بشكل أفضل وتأكد نفسها بالبيئة الاجتماعية وبمكان العمل وحتى أيضاً بالمجال السياسي؟ شوفي أنا بشوف المرأة المهاجرة يلي particulièrement يلي هني les travailleurs qualifiés أو الإميغران رسو يلي بيجوا من تلقاء نفسهم إرادتهم بقدموا طلب بيجوا سيلكسيوني على كبك، هيدا عم بحكي أنا اختصاص، هيدول بالذات هن اختاروا كيبيك واختاروا هالمقاطعة، هيدول بما أنه اختاروا هالمقاطعة ليهاجروا أنا برأيي كل العناصر والموارد متوفرة لديهم، ما في حج يقول واحدة ما فيها تنجح. ليش؟ في عندك العلم، في عندك الفورماسيون كونتينيو، في عندك معادلة الشهادات، في عندك الانخراط في المجتمع، وفي عندك العمل، يعني ما في سبب أو في حج يقول أنه والله ما نجحت، لا في ناس بدها تنجح وناس ما بدها تنجح. يعني أنا برأيي المقاطعة أو كندا عطت كل الأوتي لينجح، أهم شيء العلم والعمل ويلي هن متوفرة في المجتمع. هلأ ما بعرف إذا في أسباب تانية تقول لا نحط أسبابنا على شيء تاني، لا أنا بلاقي كل الوسائل متاحة للمرأة لتنجح وتفرض حالها بهالمجتمع. وبالسياسة أكيد كمان في تحديات، لأن تعرفي في عندك فكرة وعقلية، ولكن في عنا ناس وصلوا، في عنا ناس وين مفتخر فيهم وصلوا بمجال السياسة والعمل وإدارة الأعمال كمان والنجاح. ما في أي سبب نلاقي حجة إنه والله ما قدرنا نجحنا وفي عراقيل. على كل يعني رغم أنه لازم نقول أنه المجتمع لازال مجتمع بطريركي، إنما قدرت السيدات تفرض نفسها، ولكن السيدة حتى تنجح، صحيح منقول السيدات هن نصف المجتمع، لا شك أنه هناك رجل خصوصا إذا كان الرجل مساند، كان معاون، كان مشجع، بيخليها تتألق أكثر وأكثر، وبنفس الوقت هو يلي بيقدر يحدها ويخنقها. عن دور ومساهمة الرجل في نجاح المرأة إلى أي مدى بتعتبر هذا الدور أساسي؟ ليك أكيد عليك. هلا أنا بلاقي الرجل دور رجل والمرأة بهالمجتمع وبأي مجتمع دور متكامل وليس متصادم، هذا بدنا نفهمها. يعني إذا الرجل بيقدر يدعمها وبيفهمها، أهم شيء بدها تجي بالثقافة بالمستوى الاجتماعي وبالكوميونيكاسيون والتعاطي مع الآخر. بده يعرف الرجل أنه يلي جينا لهون بكيبيك أو بكندا ما بيكون تفكيره من غير بلد. بده يحترم المرأة، أول شيء واجب احترام المرأة، والخط الأحمر يلي لا يقبل فيه هو العنف الزوجي. العنف الزوجي بلاقيه من أضعف درجات الرجل، لأن اللي بيوصل للعنف الزوجي يعني هذا رجل عاجز ما بيقدر يحكي. يعني مشان هيك هون العنف الزوجي لا يسمح فيه. بتلاقي إذا 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 المرأة حسيت بعنف زوجي، إذا رفعت التليفون بطب البوليس على البيت وبيحطوه
بيطبقوا عليه قوانين ما يقدر يقرب على البيت. يعني العنف الزوجي من أبشع الأشياء اللي بيعملها الرجل، لأن الرجل القوي يؤمن بالكوميونيكاسيون وبالدعم، بدعم المرأة، وهيك بتكمل المجتمع ونعمل مجتمع صالح مثل ما بيقولوا، وتبنى الأوطان بهالشكل. يعني أنا هيك بشوفها. حتى اليوم في تقارير صدرت محليا بتقول أنه العنف الزوجي حتى يبدأ من عملية تضييق الخناق على بعض التضييقات الصغيرة اللي نحن بتربيتنا ربما منخدها أنه هي عادي، ولكن ممكن تودي لعنف زوجي. رح أختم مع حضرتك وأسألك السؤال الأخير، هل بتشوف من موقعك المستقبل واعد بالنسبة لحقوق المرأة؟ أنا بلاقي أكيد المستقبل واعد أكيد، لأن المرأة أثبتت حالة والرجل أثبت أنه هو منفتح ليقدر يساعد المرأة، لأن هي سبران دو كوتي، مش أنه من جانب واحد. نعم. نفهم أنه المرأة طالب بحقوقها والرجل كمان كان منفتح ليعطي حقوق لأنه مستعد يعطي الحقوق. هلأ أكيد في بعض إشياء بدأت العمل وتتطور ونشوف أكثر وجود للمرأة، ولكن برجع بقول أهم شيء في الحق وسوء استعمال الحق. يعني أتمنى على المرأة أنه ما يصير في كتير سوء استعمال حق بهالإشياء، لدرجة أن نحافظ على هالتوازن بين الرجل والمرأة ونبني مجتمع صالح. نعم. المحامي الأستاذ جوزيف دورة، شكرا لك، وأكيد رح نرجع نتلاقى الأسبوع المقبل بجولة أفق على مستجدات الأسبوع. بتمنى لك عطلة مريحة، وكمان منعيد كل النساء يلي بحياتك، وإن شاء الله إلى المزيد من التألق. مرسي رانيا، يعطيك العافية. أنتو إذاعة الشرق الأوسط، شكرا جزيلا. شكرا، يومك سعيد.